رئيس اللجنة الأولمبية سي براف نظن يعني هو عنده كأس إفريقيا للسباحة، ربما ما يكونش عنده الوقت حتى إذا كان في الملعب يشوف الأمور حتى كما يقولوها يبدو كما يقولوا اللبنانيين يدير تصريح يتواصل مع مسيرين اتحاد العاصمة، قالوا واش صرا واش المشاكل ويتكلم بعدها يتكلم باش نفهموه باللي احنا لم نسيء الى القوة الجوية العراقية ولن نسيء الى اي فريق عربي اللي راح نقابلوه في المناسبات القادمة، بالعكس اللي راح يكون الترحاب ويكون الكرم. يعني انا لم اقرا حتى هو كومينيكي ستان كومينيكي اللي دار لا هو الكومينيكي يقول بلي اللجنة الأولمبية تشجب تصرف أنصار اتحاد العاصمة ودار تصريح ثاني. لا لا احنا لا نشجع انصار اتحاد العاصمه على استعمال مصطلحات لتمس بالمنافس مهما يكون سواء محلي او اقليمي او قاري، ولكن يبقى انت انصار اتحاد العاصمه يلقنون دروس يعني لكثير من الانصار في الجزائر من الجانب الاخلاقي، ربما او يولي غيروا من انصار اللي يغنيوا 90 دقيقه بنفس النسق. نظن يعني مصطفى براف اظن لا اقول لقد اخطا، ولكن اظن بانه تسرع في التصريح، لان التصريح احنا ثاني كنا نقدر نصرحوا بعد المباراه. هذه قضايا للانسان يكون فيها يتعقل وياخذ كل المعلومات ويسمع ما يدور حول وسائل الاجتماعية الفيسبوك، تشوف التصريحات عبر القنوات الجزائرية أو القنوات الدولية وبعدها تخرج بملخص وتدير تصريح تاعك. انت أسف إذا كان مصطفى براف يعني مس يعني في شخصية أنصار اتحاد العاصمة، لقد أخطأ. تفضل.